أغرب سبع أحذية ارتداها كريستيانو رونالدو. في المرتبة السابعة، ميركورال فابور إكسي جالاكسي. استخدم كريستيانو رونالدو هذا الحذاء الفريد من نوعه خلال موسم 2014-2013، وقد تم استوحاء تصميم هذا الحذاء من شكل الكون الخارجي، وتم عرضه لأول مرة من قبل كريستيانو رونالدو نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو حذاء مصنوع خصيصا للنجم البرتغالي، ويتمتع بتصميمه المثير الفريد من نوعه الذي يميزه عن حذاء ميركويال فابور التقليدي. ويحتوي كعب هذا الحذاء ذو اللون الأزرق اللامع على رمز كريستيانو رونالدو، وهو الرقم 7. في المرتبة السادسة، ميركوريال سوبر فلاي ديسكفري. أما تصميم هذا الحذاء فهو يمثل لحظة اكتشاف كريستيانو رونالدو من قبل المدرب التاريخي لفريق مانشستر يونايتد سير أليكس فيرغسون. كما أن ألوان هذا الحذاء تشير إلى المدة التي قضاها رونالدو بنادي سبورتينغ لشبونة، ويتواجد على جانبي الحذاء خطوط متشابهة على طول الحذاء، والتي تشير إلى حذاء ميركوريال فابور 1 الذي كان يرتديه كريستيانو رونالدو خلال تلك الليلة. أما الأرقام المتواجدة خلف الكعب وهي 06 و08 و03، فهي تمثل تاريخ 6 أغسطس 2013، والذي يتوافق مع يوم اكتشاف رونالدو من قبل السير أليكس فيرغسون خلال أحدى المباريات الودية ضد سبورتينغ لشبونة، والتي كان يلعب بها رونالدو آنذاك. في المرتبة الخامسة، ميركوريال CR7 ميلهور. فاز كريستيانو رونالدو لمرتين متتاليتين بجائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك في عام 2017، ولترسيخ تلك الذكرى الكروية قامت شركة نايك بإنتاج حذاء حصري، وهو حذاء ميركوريال CR7 ميلهور، والكلمة البرتغالية ميلهور تعني بالعربية الأفضل. ويتمتع تصميم هذا الحذاء بخطوطه الفضية والسوداء بالإضافة إلى شعار شركة نايك باللون الأزرق اللامع، بينما كعب الحذاء والقطع البارزة فهي مصنوعة من الفضة المعدنية. وقد ارتدى رونالدو هذا الحذاء لفترة طويلة خلال مسيرته الكروية. في المرتبة الرابعة، ميركوريال سوبر فلاي 360. قامت شركة نايك بصناعة حذاء خاص لكريستيانو رونالدو، وذلك لكي يحقق الرقم القياسي كأكثر لاعب يحرز أكبر عدد من الأهداف الدولية بمونديال روسيا 2018. ويتمتع تصميم هذا الحذاء الحصري بلونه السماوي الأزرق الذي يتغير تدريجيا إلى اللون الأبيض حتى نهاية الرقبة، بينما يأتي شعار نايك بلونه الأصفر الذهبي. أما بالنسبة للألوان المتواجدة بالجزء السفلي للحذاء فهي تشير إلى ألوان علم البرتغال. وبعد أن استخدم رونالدو هذا الحذاء، قامت شركة نايك بصناعة 150 نسخة منه لتوزيعها في جميع أنحاء العالم. في المرتبة الثالثة، ميركوريال سوبرفلاي 4CR7FG. قامت شركة نايك بصناعة حذاء ميركوريال سوبرفلاي 4SR7FG خصيصا من أجل رونالدو، ويتمتع تصميم كعب هذا الحذاء الحصري بتأثير لامع، ولا يشير فقط إلى طريقة لعبه بل إلى أسلوب حياته. وتعتبر أحذية ميركوريال سوبرفلاي 4 بشكل عام هي أكثر الأحذية التي يفضلها أي رياضي في العالم. ونظرا لتمتع كريستيانو رونالدو ببنية عضلية وجسدية لا مثيل لها، فإن هذا يتطلب إذن لمسة من التكنولوجيا في أحذيته التي يرتديها لكي تتحمل ركلاته القاتلة وسرعته المهيمنة. في المرتبة الثانية، ميركوريال CR7 ريد جولد. بعد أن تم إعلان فوز كريستيانو رونالدو
بجائزة الكرة الذهبية قامت الشركة الراعية للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصناعة ميركوريال CR7 Red Gold، وذلك تكريما لموسمه المشرف الذي فاز به بدوري الأبطال وكأس الملك وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وأخيرا الكرة الذهبية. وتتمتع تلك الأحذية بلونها الذهبي المنصع بالألماس بدءا من شعار CR7 حتى مقدمة الحذاء. في المرتبة الأولى وأخيرا نايك CR7 ميركوريال كريستالي. حصل كريستيانو رونالدو على حذاء مصنوع خصيصا له من الكريستال، وذلك لإحياء ذكرى تواجده بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبخلاف أي حذاء آخر حصل عليه النجم البرتغالي فإن هذا الحذاء لم يستخدمه، بل تم وضعه بجانب كرته الذهبية بمتحفه الواقع بمدينة ماديرا البرتغالية. وكلا الحذائين مرصعين بألماس ورافسكي، ويحتوي أحد الأحذية على شعار بريمير ليج، بينما يحتوي الآخر على شعار لا ليغا. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. إذا استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الإعجاب والاشتراك في قناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قنوات هل تعلم.